بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج طبعة المشاهد. يطل علينا في كل عام ذكرى اليوم الوطني للمملكة لتعيد إلى الأذهان هذا الحدث التاريخي الهام المحفور في ذاكرة التاريخ والمنقوش في فكر ووجدان المواطن. وفي كل عام تتفاعل الصحف المحلية مع هذا الحدث الهام من خلال متابعة مسيرة النهضة العملاقة التي عرفها الوطن ويعيشها في كافة المجالات. وننقل لكم اليوم أبرز الملفات التي طرحتها الصحافة بمناسبة اليوم الوطني، ونبدأ معكم من صحيفة الرياض التي قدمت تقريرا صحفيا حمل عنوان وحدتنا قصة تلاحم، تناولت فيه تأثير وسائل التواصل الاجتماعي وما تتعرض له المملكة من هجمات وأهمية تعزيز مفاهيم الوحدة الوطنية لمواجهة تلك الهجمات المعادية. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدني أن أرحب بضيفي في الاستديو الأستاذ أحمد المسيند، مساعد رئيس التحرير في صحيفة الحياة أو نائب مساعد رئيس غرفة الأخبار، وأيضا ينضم إلينا من مكة نائب رئيس تحرير صحيفة مكة الأستاذ موفق النويصر، ومن جدة أرحب بمدير تحرير صحيفة عكاظ إبراهيم عقيلي. أهلا ومرحبا بكم جميعا. أبدأ منك أستاذ أحمد عن تغطية الصحف لهذا اليوم، ما الذي قرأتموه؟ أهلا وسهلا فيك، وكل عام والوطن بكل خير. لا شك أن حضور الصحف اليوم كان متميز وكان متناغم و متسق مع الحدث العظيم. إذا كنا بنتعاطى مثلا مع خبر صحيفة الرياض، أعتقد أنه جدا مهم ومميز، خصوصا في الفترة الحالية. إذا حبينا أن نشوف المشهد الحالي في الشبكات الاجتماعية، أعتقد أنه وعي المغرد السعودي حاليا تقدم بشكل أكبر، أصبح بنسبة كبيرة واعي لكمية المخاطر التي تحوف بالمملكة، خصوصا أننا نرى حضور لافت للمملكة على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي. مفاهيم ممكن مسألة أهمية التلاحم، أهمية توحيد الكلمة، في السابق لا تجد مثلا عند البعض اهتماما كبيرا، ولكن في الفترة الحالية الكل أصبح مدرك، أو نقدر نقول الأغلبية أصبحت مدركة أن التوحد واللحمة هي مسألة لا تقبل المساومة ولا تقبل القسمة على الاثنين، باعتبار أنها مطلب مهم لكل هدف تنموي أو لكل أي مشروع يود له الإنسان أن يتم. لابد أن يكون هناك أمن وأمان ووحدة. هل تعتقد بأنه فعلا تحقق نوع من التلاحم أو عززت شبكات التواصل التلاحم الاجتماعي؟ هو لا شك أنك تجد في الشبكات الاجتماعية كافة الأطياف، ستجد من يعزز مسألة مثلا أو لا يؤيد مسألة التلاحم، أو ربما يرى مسألة الوطنية على اعتبار أنها نوع من المبالغة أو نوع من المجاملة. لكن في الفترة الحالية أنا أشوف التفاعل والتعاطي مع هذا المفهوم أصبح أكثر قبول، وأصبح مرحب لدى شريحة كبيرة من المغردين والمتابعين السعوديين، خاصة هنالك الفئة الصغرى في المغردين، أولئك الشباب والفتيات ليسوا أهل المسؤولية أو النخب. دعنا في السابق ربما البعض يربط مسألة الوطنية كأنها مادة دراسية أو أنها عرف سنوي لابد من طرحه ولابد من تناوله، لكن في الفترة الحالية نعتقد أنها جدا مهمة. الكل أصبح يدرك أننا الآن في المنطقة ملتهبة على كافة الأصعدة. نرى في الشمال سوريا أحداثها أحداث مؤسفة، كذلك في اليمن، كذلك في المنطقة العربية بوجه العموم ليست مستقرة، لكن حينما نرى دول الخليج ولله الحمد مستقرة، هذا يعزز مفهوم التلاحم، مفهوم الوحدة، ويعيد النظر في كثير من الأطروحات السابقة التي لم تكن تتفاعل بشكل جيد مع مثل هذه المفاهيم. جميل. رئيس أو نائب رئيس تحرير مكة الأستاذ موفق، يعطيك العافية. تسمعني؟ أي أسمعك أنا. أي. اليوم تتحدث الرياض عن وسائل الاتصال والهجمات المعادية ضد المملكة في مواقع الاتصال وسرعة انتشار الشائعات. أولا كيف وجدتم هذه المادة؟ بداية خليني بس أختلف مع الزميل أحمد. جميل. في تغطية الصحف لهذه المناسبة، أنا أعتقد أنه التغطية كانت جدا سيئة على كافة المستويات. حقيقة معظم الصحف تعاملت مع المناسبة إعلانيا ولم تتعامل معها بشكل جيد صحفيا تحريريا،
وقد تكون الإشكالية بسبب ازدواجية اليوم، هل هو اليوم الاحتفال يوم الخميس أو غدا الجمعة كما هو مسجل رسمي، فقد يكون هذا السبب. وأتمنى نعم. أن الصحف اللي ما أسعفها الحظ أنها تكون في هالمناسبة أو ما تغطيتها لم ترتقي إلى المأمول اليوم، أن تكون عندها تغطية مناسبة بشكل جيد غدا. نعم، عموما هو 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 موسم أستاذ موفق، يعني إذا حتى وإن كانت إعلانية. أيوة، أنا أقصد أنه الصحف بحثت عن الشق الإعلاني ولم تبحث عن تقديم شيء للقارئ يستحق القراءة، على الأقل يعني جل الصحف. نعم. وهذه إشكالية يفترض أن تكون هناك عندنا على الأقل رؤية في كيفية التعامل مع هذه المناسبات. هذه المناسبة معروفة سلفا، يعني من سنة كاملة نعرف أنه أول الميزان هو أول اليوم الوطني. نعم. وبالتالي يفترض أن تتعامل الصحف مع هذا الملف بتخطيط لا يقل أهمية عن أي فعالية رسمية أو غير رسمية. يعني أنا أتمنى أن ترضي الصحف، يعني نقول مهنيتك يوم غد، ربما يوم الوطني غدا يعني. نعم، ربما أزل اليوم. أنا أتمنى ذلك لسبب، والله أخوي ميهون الأخوان جميعا. نعم. بس أنا أقول أنه الإشكالية العمل الصحفي أنه على مدى سنوات طويلة ما زال يراوح مكانه، نادرا أن تجد صحيفة تقدم رؤية أو تبتكر زاوية أو تبتكر آلية جديدة في التعامل مع الأحداث. أرجع لسؤال السؤال اللي ذكرته. نعم. بخصوص مواقع التواصل والمادة اللي قدمت جريدة الرياض. النص السردي اللي موجود في القصة جدا طويل. حقيقة أنا قرأت المادة بالكامل، لم أخرج منها بفائدة سوى ثلاث أسطر قدمها الكاتب جعفر الشايب، وهي المعلومة اللي هي المرتبطة بالمعلومة الرقمية اللي تستحق أن تقرأ. فما عدا ذلك أنت هناك سرد نص، يعني أنت استعنت بكتاب كتاب مقالات وطلبت رأيهم، والثلاثة قدموا سرد نصي باستثناء جعفر الشايب اللي قدم معلومة إضافية داخل النص السردي اللي موجود. في هذه الحالة مفروض أطلب رأي من؟ جهات متخصصة في الإحصاء مثلا، مراكز دراسات؟ لا، على الأقل أعمل الهومورك تبعي، إنه أنا كصحيفة ما أعتمد بس على النص السردي اللي يقدمه الكاتب، إنه أنا أقدم معلومات، إنه أنا دعم المادة. يعني يفترض كل الصحف عندها مراكز معلومات. نعم. يفترض أن تقدم، إذا إحنا نتحدث عن مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها. نعم. المعلومة المهمة ذكرها كاتب، الصحيفة لم تقدم دورها كما ينبغي. هذا اللي أقصد أنا، إنه نعم. هالنوع من القصص على قدر أهميته، على قدر انتشاره في داخل المجتمع، على مستوى الشباب، مستوى الكبار، مستوى الملتزمين، على المنفلتين، كل الفئات هذه لم نستطع أن نقدم لهم معلومة واحدة مخدومة من الصحيفة. هذه الإشكالية اللي كنت أتحدث عنها. جميل. ومن المفترض أن تكون العناصر الأساسية هي عناصر الصحيفة، ومن ثم الكتاب أو المشاركين إضافة. صحيح. جميل. صحيح. طيب دعني أذهب للأستاذ إبراهيم. يعطيك العافية أستاذ إبراهيم. الله يعافيك ويسلمك، أهلا بك وأهلا بالزملاء الكرام. حياك الله. أستاذ موفق يقول التغطية لك عليها شوي، رأيك أنت؟ وأنا والله أنا أتفق مع الأستاذ موفق حقيقة، يعني أنا ما أتكلم على تغطية الرياض فقط، ولكن نعم. جميع الصحف بشكل عام. تفاجأنا اليوم أنه أغلب الصحف ما أخذت الحدث بمحمل أكبر أو بمحمل جدي أكبر. ما وجدنا غير ملحقين فقط في صحيفة مكة وصحيفة اليوم، ويبدو أنه جميع الصحف تخطط ليوم الغد، ولكن القاعدة الصحفية تقول أن الحدث يجب أن يتابع قبل وأثناء وبعد. أعود لتغطية صحيفة الرياض. نعم. أنا أعتقد أنها يعني أخذت محور جيد وزاوية جيدة، واستقطبت أسماء قوية جدا، تحدثت عن محور الاتصال الاجتماعي واستقطاب الشباب لصياغة توجه وكذا وطني، ولكن لم ينعكس هذا على العنوان بشكل جيد ولا على التعامل مع الصفحة بشكل عام. أنا أقدر كلام الأخ موفق جيدا، وأعرف أنه من الباحثين عن التميز
في صياغة تغطيات جيدة ومتميزة، لذا أتفق معه، كانت التغطية أقل سواء في الرياض أو لأغلبية الصحف أقل من المستوى المأمول. جميل. يعني الآن خاصة أستاذ عفوا أستاذ إبراهيم، أننا نتحدث الآن عن تحول في شكل الصحف بشكل عام، الطرح من المفترض أن يكون مختلفا أيضا. أعتقد بأنه طرح مثل جوانب تاريخية في أو جوانب دعنا نقول مضيئة في تاريخ المملكة هو ما المفترض أنه يتصدر العناوين في هذه الفترة أو في هذا الموسم. نعم تغطية يعني مسألة أخبار، أعتقد بأنه شبكات تتجاوز الصحف إذا وافقتني بالأخبار وبالطرح، فبالتالي المفترض أن الصحف تذهب إلى شكل صحيح. آخر من الأطروحات. صحيح. هو بشكل عام في التغطيات في تغطيات الأحداث بشكل عام أعتقد أنه الأخبار تجاوزت الصحف، فالمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الأخبارية سبقتنا كثيرا، كان يجب على الصحف كلها دائما وأبدا أن تبحث عن زوايا وتبحث عن تغطيات وتبحث عن أساليب جديدة في الطرح. فعلا الصحافة تحتاج إلى حراك قوي وتحتاج إلى صياغة جديدة لطرح التعامل مع الأحداث، ولكن في اليوم الوطني هي يعني هو حدث كبير جدا بحجم الوطن ويستوعب كل التغطيات الصحفية من أخبار من قراءات من استطلاعات من إحصائيات كلها، وأيضا استحضار للتاريخ لأنه أيضا نحتفل بتاريخ وطن. نحن بحاجة فعلا إلى جميل. طيب. صياغة جديدة للتعامل مع الأحداث. طيب سأسألك عن عكاظ، ولكن الدكتور سعود المصيبيح يتحدث عن مقترح إنشاء هيئة بمسمى الاتصال الاجتماعي أو هكذا، يعني ما رأيك في هذا المقترح؟ فعلا هو الله اقترح أو قدم اقتراح جيد جدا، هو كان يقترح إنشاء هيئة تحت مسمى الاتصال الاجتماعي. يعني من المهم الآن فعلا أن نصوغ أو نساعد في صياغة التوجه الوطني ونساعد الشباب على رسم خطوطه الوطنية وخاصة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. كثير نحن نعرف أنه غالبية مستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي هم من فئة الشباب، وخبرتهم في التعامل والتعاطي مع الإعلام وخاصة الإعلام الجديد هو تعاطي حسب خبرتهم البسيطة وتعامل بخبرة بسيطة، فيجب يعني أرى أنه إنشاء هيئة تساعد شباب المواقع التواصل الاجتماعي على رسم خطوط الوطنية أمر مهم جدا. عموما أنا أعتقد عفوا أستاذ، يعني ولو أني أختلف معكم مع الدكتور سعود ولست بمحل الاختلاف، ولكن أعتقد بأنه شبكات التواصل الاجتماعي هي من يقود السلوك الآن وليس العاملين في شبكات التواصل الاجتماعي. رعاية الشباب قد تقوم بهذا الدور، وزارة الإعلام قد تقوم بهذا الدور، التربية أو عفوا وزارة التعليم مفترض أنها تقوم بهذا الدور. لماذا نطالب بهيئة لنغطي بها بعض الخلل أو بعض الضعف الذي لدينا؟ سيدي مواقع التواصل الاجتماعي لا تستطيع أن تكون تحت سيطرة أحد، لا أي وزارات ولا أي هيئات، لكن توجيهها بشكل غير مباشر أمر مهم، وأرى أنه إنشاء هيئة تعمل في هذا الاتجاه عن بعد هو أمر مهم جدا. لا يمكن وزارة الإعلام أو أي وزارة كانت السيطرة أو فرض قوانين على مواقع التواصل الاجتماعي، فضاء كبير ورحب وجيل يعمل. أنا لا أقصد فرض قوانين، ولكن أقصد دعنا نقول شراع للبوصلة أو للاتجاه. ولكن طالما تحدثت عن الصحف ويعني استأتى من عدم الجودة وعدم الكفاية فيما قدمت عن اليوم الوطني، عكاظ أين هي؟ نعم عكاظ أنا أعرف أنها مثل ما ذكرت لك أنها تعمل على ملحق اليوم الغد، غطت الموضوع بشكل بسيط خلال الأيام الماضية، ولكن وقعنا كل الصحف تقريبا وقعنا في نفس المشكلة. انشغلنا بتغطية كبيرة جدا يوم الغد ونسينا الحدث قبل وقوعه بيوم. جميل. أنا أعتقد طيب. أنه يعني قاطع لحديثكم، من المبكر أن نحكم على تغطية الصحف حاليا، لكن ممكن نتعاطى معها بشكل يعني بما رأيناه اليوم، أن عندنا بكرة اليوم الوطني، عندنا أيضا تغطية الحدث لما بعد بكرة، يعني عندنا الجمعة وعندنا السبت وأيضا إلى الأحد. فأعتقد الحكم بشكل يعني الحكم بشكل قاطع على تغطية الصحف أو أنها ما خططت أو ربما هذا أمر ما نستطيع أن نتنبأ فيه، على اعتبار أن كل صحيفة
أكيد أنها يعني أريد مجهزة كثير من الملاحظات، خاصة وأن الإعلام موجود، فبالتالي أي فإن عندنا أكثر من مساحات. نعم بالضبط، عندنا أكثر من يوم. هذه نقطة. النقطة الأخرى، أنا أعتقد أيضا يعني أن الآن أمام متغير كبير، الكثير يعني نشهد فيه عزوف بشكل كبير عن قراءة الصحف وإن كانت حاضرة في الشبكات الاجتماعية بالفترة الحالية، ولكن الشيء المميز أو الشيء اللي مفروض نطالب به الصحف حضورها بشكل لافت في الشبكات الاجتماعية بشكل مغاير. يعني وإن كان يحسب صحيفة مكة مثلا حضورها أو يعني الاستفادة من الانفوغرافيك بشكل لافت، وهذا الأمر يعني أيضا حاضر في عدد من الصحف، لكن مكة ربما هي الأبرز، في غياب تام إلى مسألة الفيديوغرافيك. يمكن الشرق الأوسط هي تفعلها ولكن وبشكل ليس احترافي، بشكل يعني يتناغم مع سرعة الأخبار اليومية. الرؤية الإماراتية تعمل في هذا كذلك. نعم. الصحف الأخرى والخليجية. لكن الشيء اللافت اللي لفت الانتباه في الفترة الحالية، ربما تميزت الشركات الخاصة في تعاطيها مع اليوم الوطني ببحث سريع لكمية الإعلانات أو كمية. نعم. المقاطع الكليبات الصغيرة اللي خرجت من الشركات كانت مميزة، فيها لفتة إبداعية مميزة، ربما أنها أوصلت للمتلقي البسيط ما لم توصله يمكن عدد صفحات. صحيح. يعني صفحات كبيرة من الصحف. أنا. نعم. أعتقد هذه النقطة مهمة، ولا بد من الصحف أنها يعني تأخذها بالحسبان. نتفهم أن الصحف يعني بالكاد تنهي عملها اليومي، ونتفهم ومواردها المالية أصبحت يعني ليست في أحسن حالاتها، ولكن التوجه مخاطبة الجمهور بأدواته الحالية أعتقد أنها يعني نقطة مهمة، مهما أجلت الصحف منها إلا أنها لابد أن تتجه إليها. جميل. فهذه جدا مهمة لكل العاملين في الوسائل الإعلامية، خاطب الجمهور بلغته الحالية. نعم. لغة الصحف ربما تستهوي يعني الكبار. إذا قلنا بأن الأخبار أصبحت تسبق الصحف، ما الذي مفترض الأخبار تسبق الصحف؟ الأخبار في شبكات التواصل شبكات الاجتماعي تسبق. هو شوف لا نبالغ، حتى على مواقعهم الإخبارية لا نبالغ كثير في مسألة تويتر وأنه هو الذي يقود الحراك. في أوقات كثيرة وفي أيام كثيرة نجد أنه في مسألة، في نزول، في هشاشة في الطرح، في هاشتاقات تستحي أنك تقراها. صحيح. يعني لأنه يعني إذا نتكلم بشكل يومي، فالصحف لا شك أنها تغذي الشبكات وتتغذى من الشبكات الاجتماعية. نعم. فالمسألة يعني ما فيها قول يعني قول منصف أو قول واحد في هذه المسألة، أنه ولا تويتر هو اللي يغذي الصحف أو الصحف اللي تغذي. مسألة تكاملية بشكل كبير. المهم أنه الصحف تطور أدواتها. جميل. دعنا نذهب إلى ثاني ملفاتنا الصحفية من صحيفة اليوم، التي قامت بجولة على الشريط الحدودي بالحد الجنوبي في منطقة جازان لمشاركة القوات المسلحة المرابطة على امتداد الشريط الحدودي، مناسبة ذكرى اليوم الوطني التي تمر على مناطق المملكة، ونحن في أمن وأمان بفضل من الله ثم بفضل الجنود المرابطين. وقد أكد عدد من المرابطين بأن ذكرى اليوم الوطني مناسبة غالية على كل مواطن سعودي، وأن لها مكانة خاصة هذا العام، وهم يذودون عن أرض الوطني ومقدساته من عبث العابثين وكيد الكائدين. أستاذ موفق، ماذا عن جولة صحيفة اليوم؟ بداية أنا أعتقد أنه هذه الفئة من المجتمع. نعم. اللي هم رجال الأمن بمختلف قطاعاتهم. نعم. هي أكثر جهة تستحق أن يتم تسليط الضوء عليها وعلى دورها وعلى الأعمال التي تقوم فيها. نحن أيضا في صحيفة مكة بالإضافة للزملاء في صحيفة اليوم اعتمدنا المقاربة اليوم في هذا اليوم تحديدا، كما يعني اقترحنا أو توقعنا أو بلغنا إنه هو هذا اليوم الرسمي لليوم الوطني، اعتمدنا أيقونة التعامل مع رجل الأمن. نعم. حماة الوطن. أيضا الزملاء في صحيفة اليوم اتجهوا أيضا لهذا الاتجاه. أنا أعتقد أنه التعامل مع هذا الملف يحتاج أكثر من قضية الحديث مع الناس. كلنا بلا استثناء مقصرين في التعاطي مع رجال الأمن على مدى سنوات طويلة. يمكن كان تواجدهم أو الإحساس بأهميتهم كان ضعيف. في السنوات من 2003 إلى الآن
أنا أعتقد أنه رجال الأمن بجميع فروعهم هم أيقونة العمل السعودي. نعم. دورهم موجود في الداخل، موجود في الخارج، بلا شك أنه يستحقوا أكثر من الحديث معهم وأخذ انطباعاتهم أو تسليط الضوء عليهم. أنا أعتقد أنه رجال الأمن بأسر لديهم كثير من المعاناة في بعض القطاعات، لديهم كثير من الاحتياجات. أحياناً صورة بالأمس وصلتني عبر الواتساب، صورة لرجل في الجيش، نعم، ابنته الصغيرة تربط له حذاء جزمته، نعم، صورة أنا أعتقد بمئات الصفحات من النصية. أنا أعتقد أنه هذه الفئة تحديداً تحتاج منا عمل كثير. بالأمس كان في خبر وإحنا يعني تشرفنا بنشره، وأعتقد بعض الصحف أيضاً نشرت شيء منه، إن هناك جهة الآن تعمل على أفضل صور قدمت لرجال الأمن عن أعمالهم، عن مساهماتهم. أنا أعتقد إنه هذه بادرة يفترض أن تكون في بوادر أخرى كثيرة. الكثير من الكتاب، كثير من المهتمين بالشأن العام طالبوا في فترات كثيرة إنه كيفية تقديم الدعم لرجال الأمن. نعم. الدولة عندما رعاها الله عندما قدمت مكافأة الشهر للعاملين، نعم، شددت على البنوك بأنه ما تخصم هذه المبالغ لمن عليهم قروض، وبلهجة شديدة كانت رجال الأمن، نعم، كمختلف فئات المجتمع جزء كبير منهم يقترب من البنوك. يفترض أن تكون هناك مبادرة شعبية مجتمعية للسداد عن بعض هؤلاء رجال الأمن، وخصوصا أصحاب الرواتب المتدنية. أنا أعتقد هذا النوع من الطرح، هذا النوع من المساهمة أفضل بكثير من حديث يمكن بعد دقائق بسيطة ننساه، ولا يكون له تأثير، ولا يكون له تأثيره لا علينا ولا على المجتمع ولا على المستفيدين منه ذا بشكل طويل. جميل. طيب داني أسأل أستاذ إبراهيم، ماذا لو فعلا كان هنالك حضور مكثف لدعم رجال الأمن؟ وكما ذكر أستاذ موفق، هل تعتقد بأن المؤسسات الاقتصادية المالية تستجيب لما يكتب في الصحف؟ هو للأسف كان هناك مطالبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال بعض وسائل التواصل، وسائل الإعلام التقليدية، نعم، لضرورة دعم رجال الأمن وخاصة هي لا ترتقي إلى المطالبات، هي أمنيات أو شيء من ذلك. نعم نعم، كانت فعلا، ولكن وجدنا أنه التجاوب كان ضعيف جدا. يعني رجال الأعمال والمنشآت الاقتصادية التي تجاوبت مع هذه الأمنيات كما ذكرت كانت معدودة ولا تتجاوز أصابع اليد الواحدة. نعم. وكانت هناك يعني مبادرات فردية من بعض رجال أعمال وبعض المنشآت مخجلة يعني، ما ولكن نأمل أن يكون هناك فعلا في دعم لرجال الأمن وخاصة في الحدود الذين يدافعون ويرسمون بدمائهم خطوط وحدود الوطن. هم جميل. اليوم الذين فعلا يحتفلون اليوم بجد عن اليوم الوطني. الأستاذ أحمد تكمل الاحتفالات الحقيقية فعلا. أحمد أشار إلى مسألة هامة اللي هو تفاعل بعض الشركات التجارية وصاحبة المنتجات في خلق مواد إعلامية يعني جميلة جدا، وكان رجل الأمن جنودنا ورجالنا هم أيقونة هذه الأعمال. في الحقيقة أنا كمشاهد أجد تأثيرها، واتفق مع أحمد بأن تأثيرها أكثر من ربما بعض الأعمال التي قامت عليها قنوات تلفزيونية. نعم، بس السؤال مرة ثانية. اللي أقول بأن هنالك مبادرات قامت بها هذه الجهات، جهات سواء كانت شركات تجارية أو فردية تجاه أولئك، أقصد الجانب المعنوي، عندما نحتفل باليوم الوطني ويظهر رجل الأمن وهو رمز ذلك المقطع الفيديو أو ذلك العمل، أعتقد بأنها هامة معنويا لرجالنا. طبعا نعم. أنا أشوف اليوم من خلال التغطيات الصحف حقيقة غبطت صحيفة اليوم، هي بادرت يعني هذه ميزة التغطية المسبقة اليوم الوطني اللي كنت أتحدث عنها، سبقتنا جميعا ووصلت إلى الحدود،
واحتفت بهؤلاء الرجال الأبطال وذكرتنا بهم وذكرتنا باليوم الوطني الحقيقي فعلا. هو مسألة كلمة ذكرتنا بهم، يعني تشعر وكأن يجب أن يصاحبها غصة. هؤلاء هم على اليوم الوطني على مدار السنة، اليوم الوطني لا ينتهي لديهم، يعني من المفترض أن الصحف مستمرة في مؤازرة أولئك. الموضوع موضوع يعني ليس مجرد مجاملة لهم، بل هو واجب يجب أن يقدم إليهم، ومن من من مواد دعنا نقول شحن الحمم. نعم صحيح. نعم. صحيح. أنا أيضا أتمنى أن نرى غدا صفحات وكبيرة جدا في الصحف لهؤلاء الأبطال. أتمنى أن ننثر صورهم في جميع الصفحات، ننشر أسماءهم، ننقل كلماتهم لأسرهم للوطن وللقيادة. حقيقة ما لاحظت في المادة اليوم أنها غفلت، مادة صحيفة اليوم غفلت كثير من أسماء الجنود ولم تذكر أسماءهم، وضعت بعض الصور هي سبقت فعلا ولكن كان عمل غير مكتمل. نتمنى أن نرى غدا وبعد غد وخلال احتفالنا باليوم الوطني تغطيات متميزة تضم هؤلاء الأبطال على الحدود. جميل. يعني لدى كل رجل أمن قصة جميلة لو أخذت من جانب معين. أنا أعتقد تعليقا على حديث الزملاء، يعني لما نبغى نتكلم عن إبراز جهودهم أيضا الجهات المعنية، يعني الجهات المعنية عن هؤلاء الرجال الأمن، هم مطالبين أيضا بالتنسيق مع وسائل الإعلام بالحضور بالشكل المميز الذي ربما يعني يعزز الجانب المعنوي لديهم. ليست الصحف وحدها هي المطالبة بالحضور، مشاهير أو الفاعلين في الشبكات الاجتماعية أيضا لهم حضور. يمكن شاهدنا أمس الدكتور عبد الله المغروث بسنابه الخاص، يعني الآن لنكون واقعيين عدد بعض أو بعض المشاهير ربما متابعينهم يفوق عدد قراء الصحف، فأيضا هؤلاء لديهم عليهم مسؤولية. نعم. وهم يقومون بأدوار لا شك. نعم. لا شك. وأيضا هي مسألة ليست فقط اليوم الوطني، أيضا الأعياد التي كانت قبل، يعني هم جهودهم تستحق أنها تبرز وتستحق أنها تتعاطى. مسألة الجانب المالي ودعمهم أو تخفيف الأعباء عليهم في الديون، ربما يعني لو يكون حتى تخفيف مثلا من نسبة الفائدة اللي تأخذها البنوك، ربما يكون هذا الأمر يعني أقرب إلى الواقعية، لكن إلغائها بشكل التام أعتقد أن البنوك يعني ربما لا تتجاوب مع هذا الأمر. نرجع للسؤال، أنا نسيت السؤال اللي تفضلت فيه. نتكلم إنه كل جندي لديه قصة، له جانب أكيد، يعني لو تم تسليط الضوء على عليهم كفرادة ما بالك يعني كمؤسسة جمعية. يعني لو لاحظنا كثير من الجهات، حتى أيضا لاحظ عدد من المطارات أصبحت تضع جانب أو تضع يعني لوحة خاصة رسائل ترسل لهؤلاء الجنود. أنا أعتقد أيضا يعني يستحقون مجسم يذكر فيه كل شخص استشهد في على أرض في الحدود. أيضا ربما يعني هناك قصص كثيرة، يعني ربما حتى مجرد ذكر اسمهم يعني يقوم إلى حد ما بالواجب، ولكن الشيء الأهم هو معرفة قصص هؤلاء، بطولاتهم. هي يعني في النهاية هناك آلاف من الناس يتعطشون لمعرفة قصصهم في الحد. ولو افترضنا بأنه الموضوع أزمة، فبالتالي كثير من نجاحات الدول قامت على الأزمات، يعني يجب أن تستثمر. أعتقد بأن لدينا مشكلة باستثمار. أنا أعتقد حتى نحتاج أن نعزز مسألة المسؤولية الاجتماعية في كافة الشركات. هذه الأفكار ربما تتبناها كثير من الشركات. هناك مبادرات تعزيز التطوع، هناك لدينا يعني روح تطوع ملحوظة لدى كافة الشباب. ربما لو يعني قامت أي جهة معينة وتبنت هذه الفكرة واستقطبت الشباب، لدينا كتاب مميزين، لدينا روائيين، لدينا أشخاص يجيدون فن الكتابة الصحفية أو كذلك الجانب القصصي، ممكن يستثمرون هؤلاء في مسألة يعني إعادة قصص هؤلاء بشكل جميل للقراء. كثير من الأفكار أنا اللي هم يعني ممكن لو كنا عمليين أنه تعزيز جانب المسؤولية الاجتماعية والمبادرات لكافة المؤسسات بحيث يكون لها دور في هذا الجانب. جميل. ننتقل أيضا الملف الثالث في حلقة هذا اليوم، وصحيفة الاقتصادية التي طرحت مفهوم الهوية الوطنية تحت عنوان الوطن ذاكرة الزمان ورائحة المكان، بيت كبير نسكنه ويسكننا. بهذا العنوان تناولت الاقتصادية تعدد الهويات الثقافية وكيفية الجمع بين الانتماءات المختلفة لتشكيل هوية وطنية تعبر عن أمة سعودية بغض النظر عن اختلاف الثقافات وتعددها، حيث أكد المحرر بأن الهوية الوطنية هي وحدها الكفيلة بالتخفيف من أي حدة عنصرية، وهي أيضا الكفيلة بتعزيز ذاكرة وطنية مشتركة لدى الجميع.
أستاذ موفق، يعني نتحدث عن هوية وطنية مشتركة، وهذا في الداخل أو في اللاوعي نعتقد بأنه موجود، ولكن كيف نجعل من الهوية يعني نقول علامة يجب أن نتوجه إلينا جميعا بغض النظر عن اختلاف أو بغض النظر عن اختلاف الميول والفئات؟ طيب بداية خلينا نتحدث بس على المادة الصحفية اللي بين يدنا وبعدين أجاوب على سؤالك. جميل. هذه المادة هي أقرب إلى مقال رأي. أتفق معه تمام. لأنه الزميل تركي التركي يوم اشتغل الموضوع لم يستند إلى رأي آخر أو يقدم معلومة، فهو نص رأي شخصي. طبعا أحمد يتفق معك هنا في الاستوديو. أي نص إنشائي تحديدا. مناقشة المقال فهو يظل مقال رأي، إنه كيفية تعزيز الهوية الوطنية. خليني بس أعطيك معلومة صغيرة. بالأمس وصلني مقطع أعتقد إنه قديم هو. نعم. مقطع لأغنية الراحل طلال مداح روحي وما ملكت يداه، غنيت أظن بعشرة أو 11 شخصية وما ملكت يداي. نعم بالضبط، 10 أشخاص ما بين سعوديين ومقيمين على أرض المملكة. نعم. إنه هل البوتقة كاملة اللي هي تعيش على أرض المملكة سواء مواطن أو مقيم يدين إلى هذا الوطن؟ نعم. أنا أعتقد أنه هذا الكليب البسيط اللي قدم في خلال 3 دقائق تأثيره أكثر بلاغة من كثير من الصفحات التي سودت بهالحديث. إحنا نحتاج في كثير من المواضيع إلى فكرة وطريقة تقديم. إحنا البداية طبعاً اللي يتابع مواقع التواصل ما يكتب أحياناً في الصحف، التناحر اللي يحصل بين بعض فئات المجتمع من ناحية التفسيق ومن ناحية اللعب على بعض المفردات الخاصة بالوطنية والهوية والمذهبية، أعتقد هذه كلها تمنع أنك تعمل قصة أو تعمل مشروع يوحد الهوية. أنا أعتقد أنه إحنا نحتاج في البداية على الأقل، ولو أنه من المفترض أنها تكون محفز لعمل قصة أو مشروع يوحد الهوية وليس العكس. صحيح، بس أنا أقصد إحنا محتاجين في البداية أن نقبل اختلافنا. نعم، هذه الجزئية المهمة. إذا قبلنا الاختلاف أنه إحنا من مناطق مختلفة، لهجات مختلفة، ثقافات مختلفة، وبالتالي حتى مذاهبنا قد تكون أيضا مختلفة، إذا احترمنا هالاختلاف أعتقد بعدها سيمكن أن نعمل تحت الصورة الكبيرة اللي هي صورة الهوية أو الثقافة الوطنية المجتمعية. في بعض الدول مثلا دولة زي أمريكا هي خليط ما بين ثقافات وأعراق وأديان، ومع هذا تشعر أنه القانون الذي ينظم حياة المواطنين يلزمهم على الأقل باحترام هالخصوصية. نعم. في بريطانيا استخدام كلمة باكي للأشخاص اللي هم من أصول باكستانية، نعم، تعتبر قضية عنصرية قد يتعرض فيها الشخص إلى السجن والغرامة المالية. نعم. يعني عقوبات جدا كبيرة كنوع من العنصرية. بالضبط. نعم. وهي كلمة بسيطة أحيانا ممكن تستخدم في 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 إطار يعني تخيل واحد يقول لك أنت يا سعودي، ما أعتقد أن هذا شيء يزعل، لكن لأنه استخدمت في داخل المجتمع البريطاني بنوع من الانتقاص لهذه الفئة من المجتمع، كان في تنظيم وفي تجريم لهذا العمل. إحنا نحتاج إلى هذا العمل، نحتاج بداية أن نحترم نفسنا، نحترم ثقافاتنا، نحترم تنوعنا، وبالتالي أي مشروع يأتي بعد ذلك حيكون متمم أو مكمل لهذا المشروع. نحن بالتأكيد نحتاج. جميل. يعني وكأنك تقول جميل وكأنك تقول يعني أنه أولا علينا أن كما ذكرت أن نحترم أنفسنا ثم نطور من أدواتنا لنحترم. صحيح. الآخرين. جميل. صحيح. طيب دعني أذهب للأستاذ علي لأنه على الهاتف. أستاذ علي الزهراني مدير تحرير صحيفة المدينة، مرحبا. أهلا وسهلا، حياكم الله. يعطيكم العافية. سعيد مشاركتكم. أهلا وسهلا. يعني الحدث يوم غد واليوم كبير، ولو كتبنا الكثير لما كفت الصحف، لكن ماذا قدمتم أنتم في المدينة؟ حياكم الله أخي الكريم. أولا دعني أنتهز هذه المناسبة
لتهنئة هذا الوطن قيادة وشعبا، وأيضا نذهب مباشرة إلى جنودنا البواسل الحد الجنوبي لنقول نصركم الله وبارك فيكم، فأنتم تقدمون تضحيات ولا أجل من افتكارها في مثل هذا اليوم الوطني. طبعا أخي الكريم، اليوم الوطني كما تعرف بالذات في 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 السنوات الأخيرة حظي بتفاعل حسي مجتمعي كبير جدا، والآن نشهد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي هذا الزخم من تبادل الرسائل، من التهاني، من وهذا كله يصب في صالح تعزيز هذا الحس، تقوية هذا الشعور باليوم الوطني. جريدة المدينة مثلها مثل مثيلاتها وزميلاتها في الصحف السعودية الأخرى اعتنت كثيرا باليوم الوطني، ونحن في هذه المناسبة دائما في كل عام نركز من خلال طرحنا الإعلامي على رسائل نقدمها، نأخذ موضوع، نختار موضوع، ندور حوله، نسلط الأضواء عليه. إيه لكن أستاذ علي، ترى الأستاذ موفق يعني هو صاحب رأي آخر أنه مثيلات المدينة لم تقدم، يعني هو يعني يتطلع إلى أكثر من ذلك، أنها لم تقدم اليوم شيء إلا ربما إن كان يعني من باب المفاجأة هنالك يوم غد. معظم الصحف تقريبا حيكون عملها هو في يوم الغد، احنا واحد الميزان يوم غد الجمعة. نعم. يعني اليوم الرسمي لليوم الوطني هو الغد. جميل. نعم، والصحف بكرة لديها صحف مختلفة مليئة بملاحقها الإعلامية. إذا ليس كما قال أحمد ما قبل وأثناء وبعد، هو ما قبل، هو ما قبل غالبا أخي الكريم هي ثلاثة مراحل بس. المرحلة الأولى ما قبل عبارة عن تهيئة. نعم. عبارة عن تهيئة استباق للحدث الذهنية. نعم، تهيئة الذهنية، ذهنية القارئ، توطئة للحدث. في يوم الحدث تقريبا كل الصحف تصب جهدها الإعلامي في هذا اليوم. غدا أتخيل أنا أنك ستشهد جرائد حبلة بالملاحق بالموضوعات الإعلامية كلها مركزة على اليوم الوطني. نحن في جريدة المدينة غدا تقريبا سنصل إلى أكثر من 60 صفحة لهذا الموضوع. جميل. نعم نعم، عندنا 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 ملحق، وعندنا عدد في الداخل. لكن دعني أقول شيء آخر أخي الكريم. تفضل. إنه إحنا في طرحنا الإعلامي على مختلف الصحف بدأنا نركز نتجاوز مصطلح الاحتفاء والبهرجة إلى آخره، إلى التركيز في الطرح الإعلامي على المواضيع التي تحمل رسالة ذات أهداف وذات مضامين. نحن مثلا في الأعوام الماضية ركزنا نختار موضوع في العام ثم نركز عليه، وتفعل معنا أيضا بقية زميلاتنا في الصحف الأخرى. جميل. ترى أستاذ علي، أستاذ علي يعني هذا الحديث الذي ذكرته هام جدا، يعني هو مدير تحرير. نعم. صحيفة يعني هنالك فيه اتهام مبطن لما مضى، وأعتقد واعتراف لما هو حالي. نعم. لا إحنا من سنوات بدأنا، وحتى ترى الصحف ليس دفاعا عن الصحف، لكن هذا هو من يتابع، هذا هو الواقع الموجود. يعني سنة من السنين ركزنا على الشباب، سنة من السنين ركزنا على الإرهاب، سنة من السنين ركزنا على المملكة كقلب نابض للعمل الإسلامي والعربي. أنت تتحدث عندما تقول ركزنا تقصد المدينة؟ أنا في المدينة، لكن حتى من قراءاتي متابعاتي في صحفنا الأخرى أيضا هي تحمل مواضيع ذات أهداف وذات مضامين. جميل. بدأنا نتجه هذا التوجه، لأنك أنت هذه المناسبة تحتفي فيها وتتجاوز الاحتفاء إلى مرحلة تقديم رسالة من خلالها. جميل. هذا هو يعني جهدنا هذا العام يا أخي الكريم. نحن نواجه يعني مجموعة من المسارات مهمة كلها في نظرنا. تعرف أن المملكة تقود حرب الإرهاب، المملكة تقود حرب في الجنوب، المملكة تقود جهد سياسي في 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 في, في, في الشمال، المملكة استنفرت كل طاقاتها في الحج، والمملكة تحتفل المملكة تحتفل بكل إنجازاتها في كل نعم جهات. نعم نعم نعم. والمملكة أيضا مع هذا كله فهي تواصل مسيرتها التنموية. نعم. ولذلك هذا العام وضعنا إحنا عنواننا
وطن البناء والسلام، المسارين جنبا الى جنب، لم يؤثر اي منهما على الاخر. جميل. تناولنا كل جوانب التنميه، ويستمر ان شاء الله البناء والسلام. الاستاذ علي الزهراني مدير تحرير صحيفه المدينه كنت معي على الهاتف، شكرا جزيلا لك. استاذ احمد، يعني نذهب للملف ونناقش، ناخذ الملف الرابع ونناقش طبعا، والى الى رابع موادنا الصحفيه من صحيفه الحياه، وخبر بعنوان اليوم الوطني السعودي يشغل او يشغل محركات البحث، حيث كشف محرك البحث العالمي جوجل في الشرق الاوسط عن عمليات البحث الاكثر رواجا على محركها حول اليوم الوطني في المملكه، واحتلت قمه البحث بعض الاسئله البحث عن المملكه وتاريخها ومعرفه التساؤلات الاكثر شيوعا عن هذه المناسبه. يتضح من خلال هذه الأسئلة شغف الباحثين في البحث عن تاريخ المملكة. والله هذا انتصار، انتصار للثقافة وانتصار للمواطنة أن 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 تتغير، أن تتغير دعنا نقول اهتمامات، الاهتمامات. نعم، عندما نبحث عن المملكة، عن كلمات المملكة، عن كلمات شائعة تعنى بتاريخ المملكة، في هو لا شك، يعني حضور اسم المملكة أو حضور اليوم الوطني على المحرك الباحث وتقدمه، يعطي مؤشر أنه أو يعطي دلالة هي أوريدي موجودة سابقة، لكن تؤكد هذه الدلالة أنه حضور المملكة حاليا على مستوى المحلي، على مستوى الإقليمي، على مستوى العالمي. نحن نعرف في هذا الوقت على وجه الخصوص هناك حملة شرسة من الإعلام الغربي، هناك نوع من الابتزاز، هناك قانون العدالة الأمريكي اللي يحاول يعني إدانة السعودية بعد ما رفضها البيت الأبيض. المقصد أنه المشهد الحالي أو حضور المملكة على المستوى العالمي وعلى المستوى الإقليمي وكذلك على المستوى المحلي لافت وحاضر ومؤثر. أعتقد أنه يوازي هذا الأمر رغبة كبيرة سواء على المستوى العربي أو المستوى العالمي في معرفة تاريخ المملكة، معرفة طبيعة ربما كيف تم توحيدها مع، ومثل ما ذكر الزملاء أن هناك يعني نحن نقر أن مختلفين ثقافيا، مختلفين معرفيا وكذلك مذهبيا مختلف، ومع ذلك كلنا يجمعنا أرض هذا الوطن. الشيء بالشيء يذكر، يعني وإن كنا انتقدنا مادة الزميل تركي التركي في الاقتصادية وكانت إلى حد ما انحازت بشكل كبير إلى الإنشائية وإلى الرأي، إلا أن فيها بعض المقولات الجميلة أو استشهادات بمحمود درويش وكاتب آخر اللي هو الوطن ليس شخصا واحدا، يعني هو الوطن هو كلنا. أنا أعتقد أيضا من الأشياء اللي إن ممكن نطالب فيها الصحف في مثل هذا اليوم اللي هو مسألة لابد أن نخاطب كافة شرائح المجتمع، أو الصحف تخاطب سواء باعتبار أن كل صحيفة لها أقسام مختلفة، القسم المعني بالجانب مثلا الثقافي يخاطب هذه الشريحة باللغة التي تتسمعها بمناقشة حضور مفهوم الوطن لدى شريحة المثقفين، كيف يرون انصهار مفهوم الهوية، المسألة الجدلية التي تطرح دائما، المسألة القطرية والمسألة الأممية، فضلا عن الجانب أيضا الديني. هناك نعرف فيه عدد من الأشخاص المهتمين بالجانب الشرعي ربما مفهوم الوطن لديهم ليس مقبول بالشكل باعتبارنا أمة إسلامية واحدة، وكأنه مفهوم المواطنة يختلف مع مفهوم الأمة الإسلامية الواحدة مع أنه ليس هناك اختلاف. أنا أقصد الصحف لابد أنها تخاطب كل شرائح المجتمع باهتماماتها وباللغة التي تفهم فيها. هذه نقطة. لما نعود إلى التقرير الصحفي، هي مادة فيتشر، تقرير صحفي يعني قرأته الزميلة عائشة جعفري بشكل إلى حد ما لطيف على اعتبار أنه لكنها يعني هي في النهاية إعادة إبراز الفكرة بشكل تقرير، ليس فيها أمر جديد، يعني هو مجرد أنه اليوم الوطني حضر وحقق حضور لافت في محركات البحث فيها إعادة كتابته، شيء جميل وتشكر عليه، لكن أنا أعتقد أنه يعني الصحف مطالبة بشيء أفضل من هذا وبشيء جميل أكبر. جميل. دعني أذهب إلى موفق. يعني عندما نتحدث عن أنا نقول تغير في سلوك البحث، ولو أن اليوم الوطني وتصدر اليوم الوطني قد يكون لبحث عن صورة عن علم المملكة لتضمينه داخل تغريدة أو بوست على شبكات أخرى، ولكن ساهمت هذه الشبكات وهذه المحركات فعلا في تعزيز دعنا نقول جانب ثقافي معرفي في هذه المواسم. صحيح. بداية الالتقاط الجميلة من الزملاء في الحياة بأمانة، قصة كانت جميلة والتقاطة حقيقة. أنا بعد ما شفت محاور الحلقة دخلت عمل البحث، أخش على الموقع جوجل وأتأكد من المعلومة،
لأنه سورتني الشكوك إلى حد ما. ولكن دائما الحياة أمورها زين. ولكن لا حقيقة وجدت إنه المملكة اليوم الوطني بعض الكلمات المفتاحية اللي هي خاصة بالمملكة وباليوم الوطني حاضرة في 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 الموقع. نعم. هذا يدعوني أيضا إلى 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 فكرة ابتكار هذا النوع من القصص الجديدة وهذه الأحياء المواضيع اللي هي تحتاج تفعيل وتحظى بمقروئية أكثر من النصوص الإنشائية. نعم. فيما يتعلق باليوم الوطني أو متعلق بالمجتمعات الخارجي وكيف ينظر للمملكة، وأنا أعتقد أنه نحتاج نفعل نفسنا أيضا باللغات الحية غير اللغة العربية. نعم. نحتاج أن نعمل تكون عندنا على الأقل قوة باللغات المختلفة، اللغة الإنجليزية والفرنسية. أعتقد أنه ما زلنا مقصرين في هذا الجانب. أنا ما زلت مؤمن بنظرية أنه إعادة ترجمة الكثير من القصص السعودية المحلية الإيجابية، يعني خاصة وأن هنالك في شغف لدى الآخرين من الثقافات الثانية يريد أن يعرف عن السعودية، يتمنى أن يجد محتوى يعني يرى فيه ترجمة لتساؤلاته. صحيح. المشكلة يا أخوي أنه ما يترجم عن المملكة هي القصص السلبية، كفيل ضرب خادمته، حبسها، أو ما أعطى راتب. هذه النوع من القصص هي التي تنتشر أو تحظى بانتشار في مواقع التواصل الأجنبية أو في الوكالات الأجنبية. جميل. نحتاج أيضاً أن نحن نفعل هذا الجانب بيدنا. جميل. أنا أعتقد الوكالات إذا وجدت مادة باللغة الإنجليزية، مادة جيدة، ستتناولها وتتعاطى معها. إذا لم تجد مادة جيدة فعملها سوف تصنع مادة قد تسيء وتتعاطى معها وتنشرها. دعني نستفيد من الوقت ونأخذ يعني أو نختتم الملفات الصحفية بمادة من صحيفة مكة بعنوان المعجم الوطني، عرضت خلاله الصحيفة كلمات افتتاحية لأكثر المفاهيم أهمية بخصوص حاضر ومستقبل المجتمع في كافة مجالات النهضة والتطور والنماء، وتناولت الكلمات طموحات القيادة السعودية وثقافة المواطن السعودي. أيضا معك يعني معك أستاذ موفق، بما أنه العمل قامت به مكة فأهل مكة أدرى بشعابها، كيف قيمت هذا العمل؟ بداية احنا في كل المناسبات السابقة كانت لنا على الأقل مبادرة في هذا المشروع أن يكون عندنا دور نقدمه من خلال الصحيفة. احنا رصدنا في خلال العام كامل أبرز الكلمات اللي درجت في خلال هذا العام، أو على الأقل بعض الكلمات ذات الدلالات والمفاهيم التي يفترض أن تتوفر لنا: الحزم، القوة، الصرامة، العزم. هل الكلمات تعبر عن المرحلة اللي احنا نعيشها الآن؟ نعم. حاولنا نقدم قدر المستطاع أنه نقدم هالكلمات اللي على الأقل تم تداولها في خلال العام الماضي أو خلال السنة اللي احنا نتحدث عنها. نعم. دلالاتها، أهميتها، حتى في هناك بعض الكلمات صارت مفردة عند الكثير، يمكن كانت موجودة في السابق ولكن لا تستخدم. نعم. ولكن طيب. في الفترة الحالية صارت بناء على المعطيات اللي موجودة. جميل. على الأحداث اللي تمر بها المملكة، على الرؤية السعودية خلني أسأل إبراهيم، الحديثة صارت في بعض المفردات صارت تستخدم. فحاولنا قدر المستطاع نقدم نلخص هالمفردات في صفحة كاملة لل لقارئنا. داني على الأقل نحن حاولنا نخرج شوية عن الصندوق عما يقدم في معظم وخرجتم عن الصندوق. أستاذ إبراهيم، رأيك في المساحة التي خصصت لهذه المادة صفحة كاملة؟ إيه، لو تسمح لي أتكلم مهنياً عن هذه المادة. مهنياً باختصار شديد. أي نعم، هي مكة حقيقة يعني اختارت طريقاً وتميزت فيه. دائماً يعني تفكر في مثل هذه التغطيات، الخروج من الصندوق والتفكير بشكل حديث وجديد. حقيقة مادة من أجمل المواد التي قرأتها اليوم. نعم. تميزت فعلاً بها مكة، وأيضاً شقت طريق مكة لم يعني تشق صحيفة أخرى، وهي إضافة معلومات. نعم. كل يوم في الصحيفة وكأنها جوجل الصحف يعني. جميل. وهي مسار جديد للصحافة أنه أعطيك مادة معلوماتية عامة.
اختارت حقيقة طريق جيد جدا وتميزت فيه. أعتقد أن هناك تنافسية بين العاملين في مكة، تنافسية بينهم البين. أستاذ أحمد، إيش رأيك في المعجم؟ فكرة لطيفة جميلة، أحييهم عليها. تأكيدا للنقطة اللي طرحت سابقا لمسألة مخاطبة كافة يعني الإعلام الغربي بكافة اللغات، دائما بس نشيد بإنفوغرافيك السعودية على اعتبار أنه معني بتقديم المواد بكافة اللغات، لغة إنجليزية، فرنسية، بعض الأحيان حتى لغات فارسية، بشكل موجز ولطيف، ويستفيد من الداتا الموجودة من الصحف التي تنشر بشكل يومي. أتمنى إعلامنا في النهاية يخاطب الجمهور المحلي بشكل لافت وشكل جميل، لكن أيضا بمثل هذا الجمال يحتاجه الإعلام الخارجي. لكن ربما أنه يعني ضعف المؤسسات العالمية في اللغات الأخرى هو نوع أو أحد الأسباب التي تفسر ضعف حضورنا خارجيا. أتمنى أن يكون هناك مبادرات بمثل مبادرة إنفوغرافيك السعودية. أحمد المساند، مساعد رئيس غرفة الأخبار في صحيفة الحياة، شكرا جزيلا. شكرا لك. وأيضا أشكرك نائب رئيس تحرير صحيفة مكة موفق أنويصر، وأشكر مدير تحرير صحيفة عكاظ إبراهيم عكيلي، وكان معي على الهاتف مدير تحرير صحيفة المدينة علي الزهراني. مشاهدينا، وتابعوا إياكم هذه الصور التي يعني ناولتنا بها الصحف السعودية. وأعود في المعجم الوطني في مكة، حرف الراء رؤية، وجود معالم واضحة تسهل مهمة الوصول إلى الحلم وتوفر إمكانية قياس للمسافة والزمن. هذا ما نمله مشاهدينا الكرام. كانت هذه نهاية حلقتنا لهذا اليوم. أشكر لكم طيب المتابعة، وإلى اللقاء.